نظم مجلس البحث العلمي بنادي الشفق حلقة عمل حول مناقشة وثيقة البرنامج الاستراتيجي لبحوث الطاقات المتجددة التي ينفذها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه وكافة الشركاء الآخرين المعنيين بالطاقات المتجددة. يهدف البرنامج إلى تفعيل استخدامات الطاقات المتجددة في السلطنة والبحث عن كيفية مساهمة الأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة للطاقات المتجددة في المساهمة الفعلية في عملية التنمية المستدامة في السلطنة. السلطنة بموقعها الجغرافي وطبيعتها الجيولوجية تفتح آفاقا واسعة لإنتاج الطاقة المتجددة، كونها طاقة مستدامة صديقة للبيئة ورافدا مهما في التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه السلطنة في خططها التنموية. احنا في السلطنة كبحوث طبعا كان من ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي التركيز على الطاقات المتجددة وبرامجنا المختلفة بما فيها البرامج المنح البحثية المفتوحة دعمت كثير من البرامج البحثية التي تؤسس للاستخدام الأفضل للطاقة الشمسية. مساهمة الأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقات في المساهمة الفعلية في عملية التنمية المستدامة واهتمام السلطنة بتنمية هذا الجانب يترجمه البرنامج الاستراتيجي لبحوث الطاقة المتجددة والذي ينظمه مجلس البحث العلمي ضمن سلسلة من البحوث والتجارب الدولية في هذا المجال الذي بدأت فيه مؤشرات نتائج البحوث المطبقة في السلطنة واضحة على أرض الواقع. هناك مشروع في ولاية المزيونة في بمحافظة ظفار، يتوقع إنجاز هذا المشروع خلال هذا الشهر إن شاء الله، ويتم تشغيله بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 كيلو وات. جملة من المحاور تضمنتها البحوث التي عرضت في جوانب مختلفة، منها رفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك الأمثل لها ومستلزمات الطاقة بغرض التكييف والتبريد وإنتاج مياه صالحة للاستخدام الآدمي إضافة إلى تخزين الطاقة وغيرها من الدراسات المهمة في الطاقة المتجددة. الاطلاع على تجارب الآخرين وتفعيل البحث العلمي سيساهم في تنمية مشاريع الطاقة المتجددة ذات الجدوى الاقتصادية في السلطنة. محمد بن ناصر الخليلي، محافظة مسقط.